ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، وزي ما بيقولوا ختامها مسك. النهارده ختام حلقتنا هيكون مع صوت قوي جدا، صوت جبلي سيناوي من ارضنا الغاليه سينا، ارض الفيروز، وهيمتعنا كده بالاغاني السيناويه وكمان الفلكلور السيناوي. ده طبعا يعني الناس اللي ليها جدا في جو اللي هو فلكلور سينا، في النوبه، في حبايبنا في اسوان، الاقصر، كل كده محافظه من محافظات مصر بيبقى ليها طابع او فلكلور معين. بس احنا النهارده ضيفنا هيغني لنا كتير عن الفلكلور السيناوي، وكمان هنغني معاه طبعا اغاني الغاليين حبايبنا من اهل فلسطين، وهنغني اغانيهم الجميله. كمان ضيفنا النهارده هو شارك في برنامج الدوم من اقوى برنامج المسابقات، وهيكلمنا اكيد عن التجربه دي. كمان غنى قدام سياده الرئيس في مبادره كتف بكتف، حاجات كتيره قوي جميله هو عملها. فخلونا النهارده نرحب بضيفنا اللي منورنا النهارده في عيش سعيد، يحيى المنواتي. ازيك يا يحيى؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ بخير منورنا. الحمد لله، ده نورك. احنا طبعا يعني متحمسين جدا ومبسوطين جدا بفكره ان انا اللي مبسوط والله بوجودي معاكم النهارده. شكرا ليك. فكره كمان ان احنا هنسمع صوت فيه طرب. احنا انا ولينا بننبسط قوي طبعا اي فقره غنائيه يكون اللي بيغنيها واثق ومرتاح كده من صوته ومن طبقات صوته. وانت بتعمل تيست كده قبل ما تدخل الحلقه، يعني قلنا ان احنا الحلقه ان شاء الله هتبقى حاجه مختلفه. كمان يا سهى، الاصوات الجبليه اللي زي يحيى اللي هي الاصوات النادره صعبه قوي تلاقيها، الاصوات اللي هي طبعا يا جماعه كده هتسمعوا، يعني احنا شوقناكم بزياده كده تسمعوا، بس انا متحمسه جدا. طب خلينا في الاول يحيى اسالك، انت اصلا من العريش صح؟ انا اصلا من المنصوره، لكن اتولدت وتربيت في العريش شمال سيناء. حلو قوي. طيب عرفنا عليك. طيب الاول انت خلصت دراسه ولا لا؟ عندك كام سنه؟ بتعمل ايه؟ انا عندي 27 سنه. خلصت كليه علوم قسم مايكروبيولوجي، تقدير جيد جدا. حلو قوي. ولكن انا ما حبيتش المجال خالص ده، يعني انا شايف نفسي في الغنى اكتر. حاجه بحس بوجودي وكياني لما بغني بصراحه، اول ما بمسك المايك او بقف على ستيج بحس ان انا، لا انا هنا. فما حبيتش الكارير خالص كلية علوم تحاليل وكده، يعني اشتغلت فيها فترة ولكن ما لقيتش نفسي بصراحة. ما حسيتش ان انت حاليا انت مركز في الغناء اكتر. بالظبط. طيب نعرف الناس الاول على صوت يحيى بأي حاجة كده صغيرة عشان يعرفوا يعني ايه صوت جبلي او صوت سيناوي. حاضر، يلا بينا. نقول انا قبل اي حاجة انا طبعا عايز اقول حاجة لفلسطين قبل ما نبدأ او ندخل في اي غناء. طبعا ربنا ينصرهم يا رب على المحنه اللي هم فيها ويعديها على خير يا رب، ونتمنى ان نزيف الدم ده يقف، يعني كفايه كده بجد. نتمنى ده عشان الواحد من المناظر اللي بيشوفها والفيديوهات اللي بيشوفها الموضوع صعب خالص. فنتمنى المحنه دي تعدي على خير يا ربنا رب. ينصرهم قوي ان شاء الله. فانا محضر حاجه لفلسطين. اسمها ايه؟ هتسمعنا ايه دلوقتي؟ ميدلي لفلسطين، الله يا الله، من الضمير العربي. والكوبليه ده بالذات تحديدا عشان الله. قريب لقلبي. انت بص يعني دشن على حاجه. انا بحب الكوبليه ده جدا. والقدس لنا. يلا بينا. يلا بينا جدا. فيك رجاء الله يا الله، عافت بنا الأعداء، ناديت يا الله مخاب فيك رجاء الله يا الله، عافت بنا الأعداء، ناديت يا الله مخاب فيك رجاء.
شكرا يحيى. العفو طبعا. دي اقل دي اقل حاجه طبعا نقدر نقدمها لاخواتنا، واللهم نصرا قريبا يا رب يا رب. اللهم انصرهم. اللهم امين. طيب انت يمكن عشان انت زي ما قلت اتولدت في العريش وكنت موجود فيها من وانت صغير، فانت عشان كده يمكن اتأثرت بالفلكلور السيناوي زي ما بنقول، او صوتك خد كده على الموضوع ده بما انك اتولدت هناك. بالظبط، البيئه اللي انت بتتولد فيها بتتأثر فيها. بتتأثر بيها اكيد طبعا. مين كنت مثلا بتسمع الفلكلور السيناوي فين؟ يعني مثلا مين كان مثلا في حد كنت متاثر بيه معين كان هو بيغني فتروح تسمعه، ولا الموضوع جه ازاي؟ عموما احنا سينا والعرب متاثره كلها، يعني الشام واحد، يعني نفس الاغاني هنا معظمها هنا، الاردن مثلا، سوريا، فلسطين، نفس حتى نفس العادات والتقاليد قريبين من بعض على حدود واحده. بالظبط. يعني مثلا عساف مثلا في فلسطين طبعا، لو قلنا مثلا عمر عبد اللات في الاردن، وديع الصافي لبنان، فكل ده نفس المواضيع ونفس العادات والتقاليد وحتى نفس الغنى. طب انا نفسي جدا اسمع حاجه لايف بقى، يعني انا حاجة بس انا ممكن اطلبها بقى؟ يا تفضلي. طبعا انا عايزه حاجه باللهجه السيناوي. باللهجه السيناوي. وسينا بلاد العزه، وسينا بلاد العزه، سينا بلاد العز ورفح جيرانه غزة، سينا بلاد العز، سينا بلاد العز ورفح جيرانه غزة، وسينا سينا 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 والله سينا، سينا 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 غالية وعزيزة علينا، سينا 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 والله سينا غالية وعزيزة علينا. الله، يعني اللايف احلى واحلى على فكره. عايز اقول لك ما شاء الله، وصوتك يعني مش محتاج مايك ما شاء الله، يعني من قوته يعني وجماله. طيب تعالى بقى نروح لمحطه اظن اكيد مهمه جدا في حياتك، بما انك فرقت كتير فدوم يعني اظن من اهم المحطات، لانه طلع مواهب جميله جدا وشافت النور وكمان الناس عرفتها من خلال برنامج الدوم. احكي لي عن تجربتك في الدوم، ومين اللي قال لك يلا اشترك وفي برنامج بيكتشف المواهب، وقدمت ازاي، واحكي لي كده من الاول. الموضوع طبعا انا شفت الدوم واحد اللي فاز بيه اسامه عطيه من شمال سيناء العريش. اسامه عطيه صاحبي من اصواته الجميله جدا. من بعد ما شفت الدوم واحد الموسم الاول بصراحه اتشجعت، قلت طب يعني ليه ما اقدمش. فبدا بقى في البيت يشجعوني، بدأ صحابي يشجعوني يلا قدم فرصتك ومستني ايه وكده. من هنا بصراحة خدت القرار، سافرت وقدمت، قدمت في القاهرة. برضو كان يوم متعب شوية، ولكن يعني اي حد لازم هيستحمل لانها فرصة. بالظبط. يعني لا الموضوع كان متعب بالنسبة لي وسفر، وحتى رحت يومها من يعني على طول من السفر على الاوديشن على طول. والحمد لله عديت من المرحله دي واليوم ده. بعد كده كلموني بعدها بحوالي شهر مثلا، قالوا لي انت معانا، كنت في الجيم وقتها وبسطت قوي بالخبر ده. الله. بعد كده بقى رحنا وكان في معسكر، واستاذ محمد ابو الخير طبعا من الاساتذه الجمال قوي قوي قوي، مش على مستوى يعني مصر وبس، على مستوى الوطن العربي كلهم بجد. من الاساتذه المحترمين قوي، وحد فاهم وحد شاطر جدا يعني. هو اللي كان معانا بقى في البروفات قبل مرحله الوان مينت، وانت هتغني كذا، انت مش محتاج اقول لك انت هتغني ايه. اول ما شافني انت اللون بتاعك مميزك، فشوف انت هتغني ايه. طبعا يعني ما فكرتش كتير، قلت انا خلاص هغني نوال سيناوي وحاجه كده من تراث برضو، وغنيتها والحمد لله دخلت دخله جميله يعني، وخدت طبعا ثيسز. ومن هنا بقى خدت الجرأة أكتر وتشجعت أكتر. أستاذ حميد الشاعري كان في قبول كده. طبعا. لا هو بيحب الكابو برضو. بالظبط. كابو بيحب الفولكلور جدا جدا، على مستوى يعني كل الأنواع بيحب يسمعها، هو متطلع وبيحب الحاجات دي. فهو أول حد كلمني وقال لي الله ينور عليك، أحسنت، أنت فنان قوي ومبدع وعاش.
وطبعا استاذه انوشكا واستاذ امير طعيمه. من هنا جت الجرأه بقى، كملت أكثر، كسرت حاجز اللي هو فكره رهبه الستيج برهبه اللي هو انا واقف قدام اساتذه كبار وقدام جمهور طبعا. ومسرح بقى بروفيشنال، فاكيد لما قالوا لك الكلام الحلو هو الموضوع ده بيخوف طبعا شويه قبل ما بتدخل، يعني شويه سامع دقات قلبك اكيد يعني بس ايوه، مجرد ما بتمسك المايك وبتدخل تغني وتقول اول جمله بس او اول حاجه بتنسى كل حاجه، خلاص بقى بتروح في عالم تاني وبتبدا تركز في اللي انت بتقوله. غنيت يلا نسمع مدلي الدوم، بما اننا اتكلمنا على الدوم نسمع مدلي الدوم. يلا بينا جدا. يلا بينا. قالولي نت من وين يا الاسمراني، قالولي نت من وين يا الاسمراني، قلت لهم انا من ارض دمر الزمان وراح ترجع مثل ما كانت خضرا وعليا انا سيناوي يا عالم سيناوي، وعيني سينا يا سينا وإحنا هليكي، زرعنا الورد في أراضيكي يا شيخ زويد يا أبو محمودي، بلكن على الله الليالي تعودي. وينك يا مدلل وينك يا مدلل، السهرة بدأت تعالى تعلل، حبيبي وينو حبيبي وينو، حطولي جسر ما بيني وبينو. هو مرعيه يا البنت مرعيه ولا هبل راعي، مرعيه ولا هبل راعي، قالت وحياتك ماني مرعي، لغيرك ما واسد دراعي، لغيرك ما واسد دراعي. وعسى بيد عسابات قبالت ست البنات، عسى بيد عسابات قبالت ست البنات، قلت لها جوك يا حلو، قالت مرحب سلامات، واحنا من سينا جيناكم عطونا حق المبات، كيف انتم من بعد الغيبه ان شاء الله تكونوا بعوافات. وعسى بيت عسابات قبالت ست البنات، يا عسى بيت عسابات قبالت ست البنات، قلت لها جوك يا حلو قالت مرحب سلامات. جميل جدا جدا، حاجة جميلة. طيب الدوم بقى كنت متوقع ان انت هتحقق فيه؟ انت وصلت برضو المرحلة محترمة يعني، فيعني كنت متخيل انت هتحقق حاجة، ولا قلت يعني هدخل كده وزي ما تيجي تيجي؟ لا طبعا ما كانش ينفع ما حققش حاجة، مش والله يعني مش ثقة اوفر ولا حاجة، بس كان يعني حسيت ان لا لازم اعمل حاجه، مش هينفع ان انا اروح كده مرور الكرام وخلاص. ولكن كان في يعني سنس بسيط كده، قلت اكيد اسامه عطيه شمال سينا العريش السنه اللي فاتت دوم واحد هو اللي خد اللقب، فمش هينفع تتكرر الفكره. فكنت يعني كنت حاسس وقد تم الاحساس يعني، وخرجت سيمي فاينل. اوكي راضي طبعا الحمد لله عن اللي انا وصلت له، وباذن الله يكون اللي جاي افضل واحسن بكتير يعني ان شاء الله. طب يحيى، هل الغنى السيناوي ينفع اي حد يغنيه؟ صوته حلو صوته قوي، ولا علشان اللهجه ولا اللكنه زي ما بيقولوا؟ هو الموضوع صعب، الموضوع كومبليكيتد او لا صعب؟ مش سهل، مش اي حد بيغني. اولا البيئه فعلا المنشا مهم جدا،
علشان اللكنه زي ما انت قلتي. ثانيا بقى في شويه تريكات كده، باور فول باور قوه الصوت، شويه عرب في تريلات كده معينه، يعني هي بتكون صعبه شويه، فمش اي حد بيقدر يأديه يعني او يقول. طب هنسمع بقى دلوقتي حاجه تانية منك لايف كده. اوكي نسمع اللي كنت بتدندنها من شويه قبل الهوا لوديع الصافي. وديع الصافي على الله طول. الله. يلا. من مواويلي الجميله قوي بحبها يلا جدا. يلا بينا. اوف 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 يا باي، على الله تعود بهجتنا والفرح، على الله على الله تعود بهجتنا والفراح، وتغمر دارنا البسمة والفراح، قضينا العمر والفطل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب، عيني 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 هي ماماي ماماي يا باي، ولو جاني يوم مرسالك وطمني يوم عن حالك، لو جاني يوم مرسالك وطمني يوم عن حالك، لطرق البواب كرمالك واسجد على بواب الله، واسجد على بواب على بواب الله، وعلى الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله، على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله، ومن بعدك انت يا غالي مالي احباب غير الله، من بعدك انت يا غالي مالي احباب غير الله، مالي احباب غير الله. حلو قوي قوي ما شاء الله، صوتك مميز جدا يا سهى وقوي جدا ما شاء الله. طيب هنروح لمحطه ثانيه مهمه جدا طبعا في حياتك، وهي ان انت غنيت قدام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادره كتف كتف. فدي طبعا اكيد خطوه مهمه جدا أكيد. والعالم كله مش مصر بس شافتك، العالم كله شافك، فازاي اصلا تم ترشيحك؟ الموضوع جه منين في الاول؟ وحسيت بايه وانت واقف قدام سياده الرئيس؟ اكيد كان ميكس بين مشاعر الفخر على الخوف طبعا على لسه عايز اقول والله. حاجات كتير. لا كنت طبعا فخور جدا بنفسي ومبسوط ان انا بشارك في حدث مهم زي ده قدام فخامه الرئيس. اللي تم ترشيحنا، احنا كنا في السيمي فاينل، يعني كام فرد كده في اللي وصلوا للسيمي فاينل، هم اللي خلاص قرروا من برنامج الدوم الاداره وكده، قرروا ان هم اللي يشاركوا قدام سياده الرئيس. ومن هنا بقى استاذ محمد ابو الخير تعب معانا وقرر ان هو يعمل حاجة كده تجمع بقى ما بين لوكسور وما بين السينما زي أوبرات كده وما بين المنصورة ما بين كل المحافظات، وكان كتف بكتف، كان موضوع جميل جدا يعني. طب يحيى، اللحظة بقى اللي انت مسكت فيها المايك في الأوبرات ده يعني، ودخلت بقى قدام سيادة الرئيس ووقفت عشان تأدي الدور السيناوي في الموضوع أو الغنى بالطريقة السيناوية، حسيت بإيه بقى وانت خلاص على الستيج وقدامك يعني الناس دي كلها؟ يعني هو كان ميكس خوف على على رهبة على فخر في نفس الوقت يعني. انت لا واقف قدام الاستاد كان مليان، تقريبا كان 60-70 ألف متفرج. دي حقيقة. كل القيادات بقى في البلد على رأسهم سيادة الرئيس،
فلا الموضوع مش سهل، اول مره في حياتي برضو كنت اعملها انا ومعظم صحابي، فكنا مبسوطين وخايفين في نفس الوقت. عامي بلدي وراعي ارضي، عالحدود واقف لعرضي، مش هسيب مخلوق يعدي وقت اضحي بعمرنا. بويا قال لي رد بالك من بلادك من عيالك، واكسب الرزق بحلالك، مصر غاليه عندنا. طيب عايزة أسألك، طبعا كل واحد فينا في ظل الأحداث اللي بتحصل بيحاول يدعم بأي حاجة يقدر عليها. ممكن نقول حاجة دلوقتي طبعا ليهم، موطني مثلا. يا ريت. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ سماك. موطني. الله الله، يا رب امين ان شاء الله. باذن الله كل حاجه هتبقى حلوه وهتتحقق يا رب. امين ان شاء الله. طيب يحيى، انت بجانب كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها، انت كمان عندك اغاني بقى بتاعتك، يعني انت بقى دي من انتاجك ودي حاجات انت مغنيها. طبعا هنتكلم عن التيم اللي الف لك الاغاني أكيد. دي واللي كان المجهود طبعا المبذول في الاغاني دي، فاحكي لي بقى، انت بعد ما طلعت من الدوم قررت تنتج ولا دي كانت اغاني عندك من قبل الدوم؟ لا انا يعني اول حاجه عملتها بعد الدوم هي الاغنيه دي، لسه شغاله عليها اليومين دول. بصراحه موقف بسبب الاحداث، ما يعني ما قدرتش ان انا اكمل فيها وكده. اللحن جاهز والميوزك تعتبر جاهزه، ولكن ما بداتش ان انا اسجل فيها. فاعتقد بعد الاحداث ان شاء الله دي اكون خلصتها ونزلتها. هي كلمات شروق العليمي، والحاني. والفتره الجايه بقى باذن الله يعني اكون اشتغلت عليها ونزلتها. ممكن نقول حته من طبعها ايه؟ هي حاجه سوق كده كوميرشال شويه يعني. يلا بينا جدا نسمع حته منها. بالصدفه البحته قابلت عنك كده اول مره سكت، والحظ لعب ويايا شفتها تاني مره كلكت، ده انا قلبي اتشنكل في هواك خلاني عرفت اجيبك، وان جيت علشاني موافق حالف والله ما سيبك. من اول مره معاك كررت شدت من طرف الخيط، متكه معايا ولو سبتني هخبط راسي في الحيط، صياد والبحر عالي في هواك رمت السنارة، والعنف هواك يا حلالي لعنك تايهة ومحتارة. حلو قوي.
ان شاء الله تنجح وتكسر الدنيا. انك اكتشفت من سيناوي اللي مش عارفه شامي العادي، فلو ما شاء الله انت عندك كل التالنتس يعني، مش بس في حته معينه بتاعت الفلكلور، لا انت ما شاء الله عندك كذا تالنت في دي حاجه. بس انت عشان مميز ليك تقريبا طابع مش كل الناس بتقدر تعمله، فحاسه ان ده ممكن يقدر يساعدك في ان انت. هو طبعا القبول بتاع ربنا في الاول وفي الاخر، والنجاح دي ارزاق. في ناس سبحان الله بيعمل مجهود قد كده وربنا هو خلاص مكتوب له الرزق ده فبيديله. اكيد في ناس ممكن تفضل تعافر وتسعى وما يعني ما بيحصلش نصيب ان هو ربنا يديله مثلا رزق الشهره او النجاح او صح. لا زي ما لينا قالت، انت في الاول انت بتفرك وبتسعى وبتحاول، فانت ان شاء الله ربنا يكرمك. يحيى انت نورتنا في عيش سعيد، وشكرا ليك ان انت كنت ضيف معانا في عيش سعيد. وانا مبسوط والله بوجود معاكم النهارده بجد. بصي يحيى، انا مش هنختم عادي كده يعني، لازم نختم كده للناس بختام جميل باغنيه ليك، فايه رايك كده؟ طبعا بعد ما اقول لك شكرا واقول لكل الناس اللي شافتنا النهارده في كل بيت، ميرسي جدا ان انتم شفتونا النهارده، وان شاء الله دايما منورنا في كل حلقات عيش سعيد. يلا بينا. يلا. يا اجمل حلم انا حلمته، يا اول حلم صدقته، يا كل الماضي والحاضر، يا حبي اللي حققته معاك. انا عشت ايامي معاك، حققت احلامي، وكل بقولها لك قصاد الناس، انا معاكي انت خلاص، بقولها لك قصاد الناس. هعيش ليكي واموت فيكي يا قلبي، حتى بالاحساس الدنيا جنبك شيء تاني، وفي حبي ليك انا اناني، خليك جنبي ووعدني تعيش العمر علشاني، تعيش العمر علشاني. يا اجمل حلم انا حلمته، يا كل الماضي والحاضر، يا حبي اللي حققته معاك. انا عشت ايامي معاك، حققت احلامي، وكل الماضي انا رميته معاك، ضحكت لي بقولها لك قصاد الناس، انا معاكي انت خلاص، بقولها لك قصاد الناس.